السلام عليكم الإخوان والأخوات المغاربة، معكم خديجة مجموعة نساء الابتسامة. أنا كنت واجد في واحد الدوار بالنواحي ديال تارودانت، تمكوكت واحد الدوار من سي 100%. دوار تمكوكت، ايه جماعة تيسفان، ايه قبيلة إيدا وزدود، قبيلة إيدا وزدود. إيدا المهم وزدود. ما أنا ما عارفاش مزيان، سيدة من هاد المنطقة هادي. والمفاجأة الكبيرة هي واحد الأسرة اللي غادي تشوفوا معايا اليوم، اللي لا إله إلا الله كتقطع في القلب. سيدي رسول الله صلى الله عليه لا وسلم. إله إلا الله. المهم الإخوان، هاد الناس هادو راه لساني عجز، ما قدرتش مازال نقول شي حاجة من بعد واحد المعاناة الطويلة باش وصلنا لهاد الدوار هذا. ما كاينه لا طريق لا تا شي حاجة. المهم حنا راه وصلنا دابا، بسم الله بسم الله. ندخلوا باش ندوز لكم. هاد الأسرة هادي كاين فيها الأب اللي مسكين كيعاني من إعاقة، وكاين فيها جوج ديال البنات اللي حتى هما معاقات، وكاين الأم اللي مريضة بمرض السرطان، وهي اللي كانت كتصرف على هاد العائلة هادي، ولكن دابا قدر عليها الله باش تمرض بهاد المرض هذا ولا إله إلا الله، يعني ما بقاش عندهم شي واحد اللي غيعاونهم. هادي الدار اللي فيها الورثة، كاينين ستة ديال الوراثة، ستة ولا خمسة؟ خمسة الوراثة، خمسة ديال الوراثة. المهم اللي فرقوها جا كل واحد جاه بيت، خمسة ديال الدراري كوزينة. ها انتوما كيما كنت حطيت لكم في الصور قبل، يعني راه حقيقة الكوزينة هادي وراثة، الوراثة ديال الوراثة زاد فوق ديال الوراثة ديال الوراثة. ما غنصوركش الوالدة، خليك. ها انتوما كتشوفوا، ها انتوما كتشوفوا خوتي، ها انتوما كتشوفوا، ها انتوما بلاش غير دوز لي، ها انتوما كتشوفوا. المهم حنا غادي ندخلوا دابا عندهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. غادي نبداو مع الاب ديال هاد الوليدات هذا. السلام عليكم عمي. عليكم السلام ورحمه الله. شعلي الضو، ما كاينش الضو؟ الضو كاين الحمد لله. بعدا امي، شنو بغيتي تقول للناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو هذا؟ الناس اللي قلوبهم حنان، قلوب الرحمه، اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو هذا وغيبغوا يتعاطفوا معك. الناس غير غنيتعاون، غير يمكن يتعاون. ايه غير كان نسكن يخلى. ما عندكش سكنه عمي؟ ما عنديش، واحد البيت وكوزينه صغيره صافي. وشكون اللي كيصرف عليك؟ خدام؟ ما خدامش، ما خدام والو. وشكون اللي كيصرف عليك؟ مناش عايش؟ محسنين شويه. طمغار الزوجه ديالك إيه. اللي مرضات، اللي قالوا لي كانت مسكينه كتمشي للسوق باش كتعاون إيه. معاكم شويه كا، ودابا إيه. مرضات جاها مرض السرطان إيه. اللي هي كتواجد في اكادير وما قدرتش تجي لانها عيانه بزاف، وعندها رونديفو غدا في لاله سلمى. شي كلمه لهاد الناس اللي غيشوفوا الفيديو، اللي قلوبهم اللي غيتحنوا معاك عمي. ينسي غير ما يتعاون طمغرتني، غير ما يتعاون داير والو. يا تحشمين تضرك كثير، هذه حشمين، هذه حشمين هي كانت معوقين حتى انا تفقير. هو انا يمكن ما يتعاون. المهم السيد ما كيعرفش يهضر بالعربيه، وانا ما كنهضرش بالشلحه، يعني السيده اللي كتفسر لنا الله يجازيها بخير. هو كيقول لكم باللي هو ما عندوش سكنه، ما عندوش دخل قار، ما عنده حتى شي حاجه من غير مرته. هي كانت الامل الوحيد ديالو، ولكن دابا راه مرضات، راه كاينه في اكادير مريضه بمرض السرطان. يعني راكم عارفين كاع، عارفين هذا المرض الخبيث شنو كيدير. فالله يجازيكم بخير اللي شاف هذا الفيديو هذا. راه ما كنطلبش منك انا تشوف الفيديو وتخليه، انا كيهمني ان هذه الاسره تستافد، ماشي كيهمني انك تشوف الفيديو. فالله يجازيكم بخير، راه اللي شاف هذا الفيديو راه كنبغي يفكر بحال هذا السيد الوالد ديالو، وهاد البنات هادو اللي غتشوفوا دابا خواتاتو. انا ندوز لكم بنتو صغيره هادي. شنو سميتك؟ سميتي خديجه. خديجه شحال في عمرك؟ هادي دابا 19 عام وقيلة. 19 عام. قولي لي خديجه، شنو بغيتي الناس يديروا؟ شنو الحاجه اللي انت كتمنيها ربما شي واحد يحققها لك؟ ايوا
كنتمنى من الناس يشوفوا من حالنا ويساعدونا باش ما كان. المهم هادشي اللي كنتمنى. بغيت تعاوني حتى ندوز بغيت اللي عاون ماما باش تبرالي ما حيت هي الواحد ديالنا. الله يكون معك. البنت الثانية شنو سميتك؟ فاطمة. شحال في عمرك؟ 22 عام. شنو كتبغي تقولي للناس اللي قلوبهم طيبين اللي غيشوفوا هاد الفيديو هذا؟ لو كنتمنهم يساعدونا ويتعاونوا معنا يديروا لنا شي حاجه فين نسكنوا حتى حنا بحال الناس، حيت في البرد كيجينا صعيب بزاف الحال وكنبغيو اللي يعاونوا. والبرد والماكله ما كاينش. حيت الوالده هي اللي خدامه علينا ودابا راه مريضه ما كاينش اللي يتعاون معنا، والوالد ديالي كما كتشوفوا ما قادرش. سمعت فاطمه باللي خوكم الكبير اللي كان كيقرا باش يهزكم، اللي كان كيحلم انه يولي استاذ وفي نفس الوقت مسير ديال الشركه، كان كيستاجي وكيقرا باش يهز الاسره ديالو، بانه كان يعني عنده الهم ديالو فيكم بزاف، ولكن مع الاسف كان مرض وجاه مرض في الدماغ ياك. مرض في الدماغ وجا داك الشيء وبقى صابر حيت قال له الطبيب 26 مليون باش غادي تعالج وما قالهاش لكم حتى مات على غفله. دابا 3 سنين تقريبا. 4 سنين. هو ما قالهاش لينا حيت عرفنا ما عندنا فين نجيبوا ليه داك المبلغ، وكان ما بغاش. لا اله الا الله. حتى قالوا لينا فجأة بلي خونا راه مات، وهو مسكين ديما كان كيصبر على راسو، شد لي المنحه ديالو وجاب لينا الثلاجه وصبر على راسو ما عنده والو، كان زعما هو الامل الوحيد ديالنا. قالوا لي بانه كان كاري مع الدراري ب 5000 ريال كيقرا في لافاك، وكان كيجمع ديك المنحه دي اللي هي 36000 ريال كنظن. كان كيجمعها باش شرا لكم الثلاجه، وكان مسكين هز لكم الهم. ولكن كنتمنى من الله يرحمه والله يعوضكم خير يا ربي. الوالده غتباني؟ هاد الميمه هادي مسكينه راه مهرسه هنايا، واليد ديالها راه ميتة عليها. هي مسكينه. وري غادي ياكلوا غادي نديرها. خلينا باش نشوفوا الناس باش يشوفوا. راه مسكينه مهرسه وبقات حتى برات هكذاك وماتت على يديها. فلا اله الا الله. ما قدرتش اخوتي نقول، انا عرفت الناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو هذا اكيد غادي تبكيو، لان هذه الحاله هذه والله العظيم اللي كيحليها القلب وحاله يورث لها. فالله يجازيكم بخير، كثروا من البارطاج وكثروا كثروا وساعدوا، راه والله الا الدنيا راه فايته، راه الله ينعلبوا لي تعلق بالدنيا. اعطيني عافاك. هي الاخت هي رجليها مسكينه، شنو عندك في رجليك؟ تهرستي. وخوك الصغير اللي كيقرا في فين قلتوا لي؟ في الجامعه وجالس تما المدرسه العتيقه، وتا هو قلتوا لي تهرس شي ثلاثه الخطرات، وتا هو كيعاني من اعاقه. لا اله الا الله. هانتوما الاخوان، هانتوما دخلت عليكم غير بالله، الا ما غير حنو غير حنو. انا عرفت كاين اللي يقدر يساعد، كاين الحمد لله، رحنا مسلمين. لا اله الا الله. فعطيني هذاك، فتحت ليهم واحد الكونت في التجاري وفابون. هو هذا، هو هذا الاخوان، يكون باين مزيان. صافي واخا. هذا ديال برا ريب، وهذا راه المهم كنتمنى انه يكون واضح. وعطيني الرقم ديال التليفون. كنتمنى خديجه الله يرحم والديك، غير الا ما تني التعاون السكنة ولا ما جدان ولا ما سدان، غادي نغطني كيسو سميض الا البرد، ولي اللي ما والو، ولي اللي ما تني التعاون. قالت لكم بانها كتمنى ان شي حد يعاون هاد الاسره هادي، لانهم ساكن كيجي فيهم البرد، كيجي فيهم الصهد، كيجي فيهم كل شيء، ما عندهمش كيعاونهم غير الناس. تصوروا معايا انهم كيمشي في العواشر ديال عاشوراء ياك. المعوقيه هذا لا مسكين. يمكن لكم توقفوا، يمكن لكم توقفوا. انا مع الاسف انا ما قدرتش نصور هذه الحاله هذه، ولكن الله غالب. شو كان عندي انا باش نفيدهم والله ما نصورهم ولا نحطهم. زيدي اختي تداخل.
زيد خديجه الدوله تدا انتما خوتي الدوله هي الدم ما خوتي الله يجازيكم بخير. انا راه ماشي راه بغيتكم تشوفوا هذا الفيديو هذا وتعاونوا الله يجازيكم بخير. رقم ديال التليفون ديال الاب 06 16 88 61 91. 06 16 88 61 91. الاسم والكنية عافاك عمي جعفري محمد جعفري محمد جعفر جعفر ماشي جعفري جعفر محمد. المهم بلا ما نطول عليكم راه الام راه كاينه في اكادير راه فيها مسكينه مرض سرطان راها كاينه تما مسكينه كتعالج في ليله سلمى عندها غدا عندها رونديفو مع طبيب. المهم كنتمنى خوتي انكم تساعدوا هاد العائله. انتم شوفوا شوفوا دخلنا عليكم بالله الا ما غيشوفوا شوفوا انتم خوتي انتم هادي لاكارت ناسيونال ديال السيد اياك جعفر محمد العنوان راه باين تمكوكت تيسفان تارودانت راه باين فالله يجازيكم بخير. بلا ما نطول عليكم الفيديو ان شاء الله هو هذا وكنتمنى انكم تساعدوا هاد الناس وقلوبكم يحنوا اليوم فالله ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.